اليوم احنا ببغداد على علينا ضيف كريم الاستاذ مصطفى موزي من محافظه كركوك الحبيبه. حاليا احنا هسه متواجدين بشارع الرشيد تحديدا البنك المركزي العراقي وخان مرجان. خان مرجان مقابله يجي جامع مرجان، هذا ايضا من معالم بغداد قديمه. خان مرجان لي بصمه دائما من يجي ببالنا فكر خان مرجان راسه يعني لا شعور راسه يجي ببالنا رائد المقام او بلبل العراق يوسف عمر اللي هو احلى مئات الحفلات في هذا المكان. هذا للاسف يعني انغلق خان مرجان يوسف عمر كان يا سنوات يغني بيه الثمانينات والسبعينات. هذه هو مرجان، هذا طبعا كان مطعم وبار بنفس الوقت يعني هم مشروب وهم هم مطعم. كلمة خان مرجان هي هذا اول مره نطب على هذا المكان من 2003. عندي شان ثاني الخان مرجان من انغلاق الا يومك هذا ما حد ما فتح الباب وقدر يدخل هنا. نحن حصلنا موافقات خاصه يلا قدرنا نطب هنا نوثق هذا المكان ونسجله تحديدا من 2003 لحد هذه اللحظه. احنا اول من دخلنا له احنا نقول احنا استاذ مصطفى ميوزك من محافظه كركوك ومتحدث زكريا الانصاري والمرافق الشخصي الانصاري. هذا المكان وثقناه، هذا المكان ارجع اكرر كلامي احنا من نقول خان مرجان دائما نستذكر المرحوم يوسف عمر ورواد المقام العراقي، لان هذا المكان يعرف باسم المقام العراقي واخذ صيته واخذ صدى لان كان من اهم المعالم السياحيه عندنا بغداد وعلى مستوى العراق ايضا. من عندنا اللي جينا اللي صورنا هذا المكان نصور شيء من ضمن اختصاصنا اللي هو المقام العراقي. هذا الخان ياما احيوا به ليالي الانس والطرب والشالغي المقام العراقي، وكان عميد هذا المكان بالمقام العراقي وبالشالغي المرحوم يوسف عمر. وكانت الفرقه مالته مكونه من الاستاذ شعب ابراهيم ومحمد زكي والمرحوم جمال ايضا هم وياهم. ومن عدم من تعب يوسف عمر يعني عمر يعني يبين عليه التعب والكبر والمرض قاموا يجون يعني بعض الرواد ايضا شاركوا القرار هنا عده امسيات من جملتهم سعد العظمي علي الرزوقي الله يرحمه صلاح عبد الغفور. هنا ايضا غنوا به بهذا المكان محمد العاشق ابو عبد البغدادي لمياء التوفيق ايضا هم هنا احيت حفلات بس لمياء يعني الحفلات اللي احيتها هنا يعني بحياه يوسف عمر يعني جدي شاركت ايضا هنا كان هي وكان محمد العاشق وابو عبد البغدادي. حسين نعمه ايضا اجى هنا رياض احمد اجى هنا يعني فتره لما طلبوا الاغاني في وقتها يعني الشبابيه كان هي في وقتها نهايه الثمانينات. وهذا خان وهاي من على الصالة والميوزة والعوائل كانت تجي ترتاد بهذا المكان. خلي نشوف بس الدرجة منين حتى نساعد فوق نوصل.
Thank you.